مؤتمر الشباب. احنا عندنا المفروض الفقرة عن مؤتمر الشباب، بس يعني ضيوفنا متعثرين في الطريق، فان شاء الله يوصلوا بالسلام. اي قبل ما ابدأ كلام عن مؤتمر الشباب برضو اعيد مرة اخرى وكلامي الحقيقة لوزير التربية والتعليم بالتحديد دكتور طارق شوقي، اللي النهاردة برضو هنتكلم عنه وعن الكلمة اللي قالها. سيادة وزير التربية والتعليم، هل قرأت كتاب طه حسين مستقبل الثقافة في مصر؟ انا كنت متصور انه ده يبقى في من اهم مقتنياتك ومن اهم المحاور اللي بتعتمد عليها في تطوير التعليم. النهاردة الدكتور طارق شوقي قال في المؤتمر انه خلال سنتين احنا هنبقى من اهم 20 دولة في العالم في التعليم. انا اشك في هذا الكلام، وانا هو انت هو اذا ادانا ربنا طولة العمر، لانه كل حاجة بيبقى ليها أمارة. ويعني في مثل شعبي كده يقول لك يا بخرة ريحتك ريحة مش عارف بقك حلوة منين يا بصلة. فازاي أنا هجيب هبقى واحد من أحسن 20 دولة في التعليم في مصر وأنا أساسا مفيش، هو في استراتيجية وفي كلام محطوط من أيام محمود أبو النصر ما اتطبقش. يعني في بتاع جابوه لي مرة في شنطة كده، خطة الدولة في تطوير التعليم قد كده، شنطة كبيرة قوي. أعتقد إن الدكتور ترشاوي رماها في الدرج. ما علينا هنتكلم، خلينا متفائلين، هنتخلينا في التفاؤل. لكن يعني بيبقى في أمارة. الدكتور طارق شوقي ما اتكلمش اساسا عن وضع المعلم في كلامه النهارده، ما اتكلمش عن الدروس الخصوصيه وده الاخطر السرطان، لان المساله بسيطه قوي. انا حسنت وضع المعلم، ما فيش دروس خصوصيه، كل اللي طلعوا اوائل السنه دي في الثانويه العامه اللي المفروض بقى الله يرحمها خلاص ما تبقاش موجوده من السنه الجايه، قال لك احنا ما كناش بنحضر المدرسه. ده اكبر فشل لاي وزير تربيه والتعليم. انا استضفت هنا الاوائل، قال لك احنا ما كناش بنروح المدرسه، نروح المدرسه ليه؟ يعني انت وزير التربيه والتعليم ببساطه كده تقفل المدارس بالضبه والمفتاح كلها وتدي الدعم بتاع التربيه والتعليم لاولياء الامور عشان يدفعوا دروس خصوصيه. ده باختصار شديد جدا وببساطه شديده قوي لو انت عايز تحل بقى ايه المشكله من اساسها، وبلا هم بلا تعليم، انما تعليم مرقع. انا بصراحه ما اقتنعتش النهارده بكلام الدكتور طارق شوقي. التعليم مرقع، وده انا قلته النهارده وقلته قبل كده وقلته للوزير على الهوا وهو معايا وقال لي صح انت صح. طب ايه الحل يا معالي الوزير؟ مش عارف. في كل الاحوال احنا هنحط سؤال على الشاشه، كل من يريد ان يطرح سؤالا للرئيس. لو انت حاضر مؤتمر الشباب عايز توجه رساله او تطرح سؤال للرئيس هتقول له ايه؟ النهارده الحقيقه مؤتمر الشباب كان فيه زوايا كتير قوي. كان في زاوية الشباب نفسهم،